علي كان علي كان والماضي صرح للزمان أم الحضارات الحروب حروف 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 معانا وشبك والقلب لما انشبك دندن ولكن مرتبك ترغل بمجموع الحروف حروف 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 وزائد معلومات حروف حروف مربعات ومنوعات حروف حروف مليانة زينة كالعروس مليانة زينة كالعروس عالرمشك احلى ملونة والوش تدويرة سنة والشعر مجدول بقنات والخد من ورد القاموس بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم ومرحبا في حلقات وبرنامج حروف وضيوف. البرنامج بتاعنا عبارة عن كلمات متقطعة بيتبارى فيها فريقين من أخواننا وزملائنا الفنانين والفنانات ومربعات عبارة عن 11 في 11. الغرض من البرنامج مجرد تحقيق جلسة أسرية جميلة مسلية بنضيف فيها معلومات جديدة وقد تكون قديمة للبعض وإنما بنقدمها بطرافة ونزيدها طرافة ببعض المعلومات الجديدة قطعا على كثير من الناس. الإخوان اللي في البيوت ياريت يتابعونا بورق مرسوم فيه 11 مربع في 11 مربع عشان يقدروا يتابعونا. بالمناسبة دي طبعا لما هقدم دلوقتي السادة الزملاء هنعرف الوجه الآخر لهؤلاء الفنانين من خلال الأسئلة والأجوبة ونستمتع بحضورهم معنا وتشريفهم لهذا البرنامج. في فريق هيمسك الحروف أو المربعات الأفقية وده هقدمه دلوقتي مكون من الفنانة سميرة صدي الفنانة الصاعدة المطربة مي الفنان المطرب عصمت رشيد المطرب العالمي محمود الألعاوي الفريق العمودي مكون من الفنانة عولة رامي الفنانة المطربة عزة بلبع الفنان خالد زكي
الفنان الكبير والنمر المرعب محمد الشراوي. تترارا هنملى بعض المربعات تسهيلا للمسائل. في الافقي المربع الاول من الخط رقم 7 وفي حرف ميم، والمربع السادس من الخط رقم 10 وفي همزة. همزة. العمودي برضو هنملى مربعين، الرابع والخامس من العمود رقم 10 اللي هو واو وره، واو في الرابع وره في الخامس. كلنا عملنا كده وملينا. ماشي. نبتدي المباراة. الأفقي، الفريق الأفقي، الخط رقم 5 الكلمة الأولى تطلق على من يسكن قريبا من بيت أحدنا، معكوسة، 3 حروف. إيه؟ سهلة أوي. سهلة جدا جدا. إيه تاني؟ تطلق على من يسكن قريبا من بيت أحدنا. جار الهنا يا جار. جار جار جار. إجابة إجابة سليمة، خصوصا أنها مغناة. العمودي، العمود رقم 5 الكلمة الثانية، أنوي أو أجزم. أنوي أو أجزم. أجزم. وتأتي أيضا بمعنى أعطي حكما وأتخذ قرارا. 3 حروف. أبت 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 أبوت 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 أبوت. إجابة سليمة. أبوت في هذا الموضوع. هذا الموضوع. إجابة سليمة درجتين. أبوت. الفريق الأفقي الخط رقم 9. 9. الكلمة الأولى نفارق ونتباعد. نفارق ونتباعد. برضو سهلة. 4 حروف. نهاجر. نهجر. لا نهجر ده 4. هي 4 حروف. العمودي، العمود رقم 9. أيوة. الكلمة الثانية. ثانية. 3 حروف. أيوة. قصر ولم يصب. ها؟ أفندم؟ بس. قصر ولم يصب. قصر. هدم بقى. 3 حروف بمعنى. قصر ولم يصب. قصر ولم يصب. قصر يعني اللي هو دغدغ يعني كده. ها؟ نبى مثلا. نبى. برافو. إجابة سليمة درجتين. نبى. للأفقي. أيوة. الكلمة الثانية بمعنى مثقال. دي برضو سهلة جدا. ده كل الكلام بتاعهم سهلة جدا. وزن. كل وزن. حاجة بتجيلهم سهلة جدا. وزن. طبعا. وزن. إجابة سليمة. طبعا. وزن. درجتين. برضو للأفقي لأنها سهلة جدا، فقلنا نسألكم سؤال تاني. السؤال الأول في هذا اللقاء سيكون في الوزن برضو. عايز 10 ثواني. سؤال عايز نوع من انواع الذكاء وسرعة الخاطر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اذا كان وزن عصمة مثلا 60 كيلو، ربنا يزيد، فكم يكون وزنه على سطح القمر؟ بيبقى والله حسب الرحلة. هو لو اتخض وهو رايح هيوصل قال وزن 60 كيلو. خمس افندم. ايوه. يبقى 10 كيلو. لا سوري معلش. توزنيها ازاي يعني؟ بتحسبيها ازاي؟ هو في واحد على صح 10 كيلو. صح. ايوه 10 كيلو. اجابه سليمه. ليه؟ صوت. لا اهو كده، لان جاذبيه الامر صوت. صوت. جاذبيه الارض. برافو يا مي. بمناسبه الامر بقى، يا ريت نسمع من مي الجميلة البنت الحلوة دي اللي مشرفانا النهاردة. نسمع غنوة بقى، غنوة جديدة. ما عرفش يعني ممكن تغني لنا غنوة جديدة أو غنوة أنت بتحبيها، يعني ده مسألة ترجع لك أنت. أنا أعرف أنك أنت بتغني غنوة بعشقك أو بتحبيها للفنانة ميادة العناوي. هل يا ترى تقدري تشنفي اذاننا بها؟
ما اطلعها كده على الاقل. انا بعشقك انا كل لك انا بعشقك انا كل لك انا يا من مالك روحي بهوى روحي بهوى الامر لك طول الحياه طول الحياه الماضي لك وبكره لك وبعده لك ده الماضي لك وبكره لك وبعده لك نفس هادي وفي منامي بندهك وبسالك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب على القلب نارك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك قول يا حبيبي قول يا ملك. جميل جميل ما شاء الله. العمود رقم 11 الكلمة الأولى الحرير عندما يستخرج من الغشاء الذي تنسجه اليرقة بدون ألف لام التعريف. سهل جدا طبعا احنا عارفين العمود رقم 11 ده فيه ايه. ما هو واضحة دي يا أستاذ الكلمة صحيح. الأولى أي يعني أنا الكلمة الأولى من حرفين. أيوة معكوسة أيوة معكوسة القز قز برافو إجابة سليمة درجتين. طيب هنسأل بعض الأسئلة للعمودي برضو. ما هو القزاز؟ ما هو القزاز؟ ابن عم الإزاز. الزجاج. الزجاج. إجابة سليمة. طب كلمة القزاز هل تطلق على بائع الزجاج أم بائع الحرير؟ القزاز أنا إيه أخبارك؟ أنا أعتقد أنها بتطلق على بائع الحرير عشان جاي من القز يعني مشتقة من دودة القز. إجابة سليمة صح. درجتين أيضا. هذا بياع هذا بياع شكرا بياع الحرير أنت حاجات بسيطة كده. نيجي للأفقي بقى الخط رقم 2 الكلمة الثانية معيار في الوزن وفي القياس معكوسة. معيار عندنا دلوقتي كم كلمة ظهرت؟ قاف كم حرف؟ معيار في الوزن وفي القياس معكوسة قيراط صح. إجابة سليمة درجتين صح. شوف يا محمود ما شاء الله هو أصل القاف القام. شفت ماي بتقول لك إيه؟ آه ما عادش لما أصل ده مش غنى قيراط قيراط أي فهم العمودي. أيوة. العمود رقم 3 أيوة. إحنا أيوة ثلاثة. الكلمة الثانية اسم يضرب به المثل. اسم يضرب به المثل وهو اسم لبرنامج تلفزيوني ثقافي منوعات. حسين وجيم. يبدأ بجيم اللي هي من جار وينتهي به من نهجر. بيطلق على ايه قلت حضرتك يا استاذ؟ اسم يضرب به المثل. وعند كذا الخبر اليقين. ايوه وعند جهينة. 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 الله ينور. شكرا. احنا كده جهينة نص درجة. اجابة سليمة. الخط رقم 8. الكلمة الأولى بمعنى مراكب. يا سلام على السهولة. ثلاث حروف. شفت. مراكب. آخرها نون. صفر.
سفن. إجابة سليمة. درجتين. سفن. أولها سين وآخرها نون. العمودي. العمود رقم واحد. الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة. ضد حلم. حرفين. الثالثة. أيوة. مر. مر. إجابة سليمة. صح. درجتين. مر. أيوة ضد حلو. الله ينور. عشان سهلة. عشان سهلة بنسأل سؤال. زي بعض. برضو العمود لما بتميز حاجة مرة أي أكل أو شرب أي جزء من اللسان بيميز هذا النوع من أنواع المرارة دي أو الحلاوة دي عند محمد كل لسان الجزء الخلفي من اللسان الجزء الخلفي إجابة سليمة صح مميز الطعم المر انسحبه طيب الأفقي الخط رقم 8 الكلمة الثانية رقصة معروفة ومنتشرة في الشام ولبنان دبكة دبكة إجابة سليمة العمودي العمود رقم 2 الكلمة الثانية فيها فهم جنس من الأزهار معكوسة عندنا كم كلمة قرنفل صح قرنفل سليمة شفت انا صحيت اهو برافو يا عم شفت بقى ايوه هنا دي قرنفل ايوه كده صحينا شكرا يا فندم قرنفل خيرا طيب بمناسبه القرنفل ايوه والزهور والورد يا ريت نسمع بقى للقرنفل الورد جميل جميل الورد الورد جميل ولوها أوراق عليها عليها دليل من الأشواق لا 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 إذا أنت حبيب يا حبيب إذا أنت الورد حبيب لحبيب يكون معناه وصاله قريب شوف الزهور وتعلم وتعلم بين الحبايب تعرف تتكلم شوف 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 الزهور الزهور شوف 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 وتعالي ما شاء الله الخط رقم 3 الكلمة الأولى اسم حبيبة قيس بن ذريح اسم حبيبة قيس بن ذريح مش قيس بتبقى لبنى برافو إجابة سليمة سؤال ليكي برضو للأفقي ما هي اللبنة؟ اللبنة أولا اللبنة حاجتين هل هي اسم شجرة؟ شجرة مش أكلة أم اسم أكلة شعبية؟ أم أن اللبنة اسم أطلق على نجم بعيد جدا؟ لبنة؟ لا هي فيها زي ما قال إن هي شجرة ها؟ وبيطلع منها نوع من المزل اللي هو لونه زي العسل لازق كده اسمه ايه؟ صمغ طيب الإجابة سليمة وتاخدوا درجتين لأنك عبرتي بإيديك عايزة أوصلها العمود رقم 2 الكلمة الأولى حاسة الرؤية معكوسة سهلة أوي دي سهلة جدا البصر 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 عشان كده هسألكوا أسئلة حوالين البصر اسمحوا لي أقرأ لكم شعر جميل لأحد الشعراء هسألكم عليه قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم الأذن كالعين توفي القلب ما كان يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا الله. الشعر ده كان لشاعر ضرير من هو هذا الشاعر
بشار ابن برد. بشار ابن برد. باي. يعني ده إجابة سليمة ولكوا درجتين. الأفقي سؤال ولو أربع علامات. أنا هقول لكم أربع شعراء أجانب. بينهم واحد ضرير. وعليكم أن تعرفوا هذا الشاعر الضرير. أيوة. فيرجيلوس. أعظم شعراء روما وصاحب الإنيادة. كان عسل. كان عسل. هوميروس أعظم شعراء اليونان وصاحب الإلياذة والأوديسة. هوراتيوس صديق فيرجيلوس وصاحب المؤلفات الشهيرة والهجائيات والرسائل. هيسيودوس الشاعر اليوناني وصاحب الأشعار التعليمية المعروفة باسم الأشغال والأيام. من هو الشاعر الأعمى من هؤلاء الأربعة؟ هم كلهم ها؟ هوميروس. هم موافقين؟ اه طبعا موافقين، بس هو كلهم سوس وسوس ليه؟ هنعيدهم تاني عشان اغلبهم يعني يونانيين ورومانيين. رومانيين. طيب اجابه سليمه يا استاذ محمود. ايوه طبعا. وهنيك على ذكائك الغير عادي. هو انت رحت فين؟ انا قلت احنا بنشجعك ازاي؟ وانا مغمض. الخط رقم 6 الكلمه الاولى. في الرأس يا فندم احنا ولا الافقي؟ بقول للافقي. ماشي. ستة فيها اله والته. ها مش كده؟ طريقة من طرق تعقيم اللبن معكوسة. دي سهلة جدا برضه. اه يا ريت نقولها احنا. لا هم لو قلتها تنقل درجتين. بسطرة. لا لا ايه؟ صح بسطرة. ايوه اجابة سليمة ولهم درجتين. بسطرة. ليك بسطرة وقلم. العمود رقم 4. العمودي. رأس العمود. احنا. الكلمة الأولى. الحجة والمنطق الفصيح معكوسة. بدون ألف لام التعريف. الحجة بيان. البيان. بيان. بيان. بيان برب. بيان. بيان برب. بيان. إجابة سليمة. شكرا. درجتين. بيان. برب شرف. شكرا. الأفقي. خط رقم 7 الكلمة الثالثة. تهلل وجهه فرحا. تهلل يعني و... بش. تهلل وجهه فرحا. بش بشوش. طب بش 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 يكتين بش. محمد الشراوي يقول لك بش بس مش بالاداء ده. بس بش 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 بقى بش بقى يا محمد. بش بش يا بش يا بش. عمودي. العمود رقم 11. الكلمة الثانية. ثانية؟ الكلمة الثانية. فنانة اشتركت مع الرحبنة. رحبنية يعني. اه. في معظم أعمالهم المسرحية والتلفزيونية معكوسة. 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 فنانة اشتركت مع الرحبنية. في معظم أعمالهم التلفزيونية والمسرحية. كانت شبيهة بفيروز أوي. إلى حد كبير. أيوه. أيوه. معكوسة. اسمها سهام شماس. برافو. برافو. مادام وصلنا لسهام شماس لازم نفتكر حاجات من الرحبانية بقى. موعود بعيونك انا. موعود وشقطاتك رمال ضياء. وجروب فأنتي عيونك سود. منك عارفي منك عارفي شو بيعملوا في شو بيعملوا في شو بيعملوا في العيون السود. موعود موعود عهدير البوسطة كانتنا عيلتنا من ضيعي حماية على ضيعي تنوريد. ذكرتك يا علي يا
وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوي يا عيوني يا سيدي. سؤال الأفق. أيوة. خط رقم 4 الكلمة الثانية اسم مدينة في تونس في حرفين موجودين ب و ب ب و ألف. ها تونس احنا شفنا تونس يا محمود كتير. طيب باجة. ها باجة. باجة إجابة سليمة درجتين. يا باجة أنت يا عمودي. أيوة أنا هقول 4 مدن وتقولوا المدن دي في أنهي قطر أنهي بلد أنهي وطن من الأوطان العربية. يعني ده السؤال ده 4 درجات لو جاوبتوه صح. مدينة باجل. إيه؟ باجل؟ باجل. باجل؟ في اليمن. في اليمن. في اليمن. إجابة سليمة. درجة. مدينة بريدة. السعودية. إجابة سليمة. مدينة بني دلال. إيه؟ مدينة إيه؟ بني دلال. فاسيونال دي في أفريقيا يعني. المغرب. 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 إجابة سليمة. مدينة بسكرة. في الجزائر. جزائر إجابة سليمة. 4 درجات. سؤال معاكم لسه يا عمودي. عمود رقم 8 الكلمة الأولى. 8. يخبز عليه. كلمة الأولى. لا يخبز عليه صاج. صاج. إجابة سليمة. الأفقي. خط رقم 1. الكلمة الثانية. البنك. بنك. بنك معكوسة. دي سهلة برضو جدا. مصر. سليم. إجابة سليمة درجتين. سؤال الأفقي برضو. اللي يحل منكم الفوازير دي هياخد 4 درجات. خلي بالكم معايا. والدان وابنان ذهبوا إلى الصيد فاصطادوا 3 أرانب. وحين قسموا الأرانب عليهم كل واحد منهم خد أرنب. كيف حدث بهذا؟ والدين وابنين. فابنين راحوا يصطادوا وجابوا 3 أرانب. والدين كل واحد أرنب. إزاي ومرة مثلا؟ والدين وابنين. انت ما تتكلمش لما يخلصوا. قدامكم 5 ثواني. سؤال. ما هو فيهم اب وابنه. اب وابنين. انتهى بالنسبه لكم. جاوب. هو اب وام وولدين. ابين. مفيش اب وام خالص. مفيش ام خالص. ها والدان وابنان. وممكن يبقى في حفيد. في حفيد. محدش يتكلم. استاذ صلاح. استاذ اقول انا ما الجد يا فندم ثانيه. لا انا قلت انا اللي فتحت الكلمه. الجد يا فندم كويس. الجد وابن الجد. وابن ابن الجد. يبقى حفيد والدين. الحفيد والاب والجد. يعني الحفيد والاب والجد. يبقى ادي ولدان. ايه عايزك عايزه تقول ايه؟ ادي ولدان الحفيد والاب والجد. وجد صح والله كلام. لا 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 ما هو صح. كل واحد خد ارنب. والاب والحفيد في والدين. والدين. أيوة والدين. وفي يعني ابن واحد والد الثاني. واحد من الابنين والد. ايوه صح. واحد من الابنين يعتبر والد الثاني. والد وابن في نفس الوقت. في نفس الوقت. يبقوا 3. يبقوا 3. شكرا. شكرا. هناخد ارنب. برافو يا شكرا. عمود رقم 6. اسم فيلم عربي بدون الف لام التعريف معكوسه. اخراج حسين كمال واحد ابطاله المرحوم صلاح منصور. في ايه؟ في ب واو سين. مستاجي. مستاجي. طبعا سهل قوي. طيب برافو علي. شفته. سؤال العمودي برضه. ايوه يا فندم. في اي عام عرف الطابع البريد؟ قول لنا اختيارات. 1829 1839 1849
غمض عينيك زي ما عمر محمود اهو 39 39 الله دي منصوفه بقى ده انت بقيت مدرسه لا هي اصلها كانت كان مكتوب من فتره في التاريخ بتاع في مجله اكتوبر في معلومه حلوه على طوابع البريد يا ريت تسمعوها والساده المشاهدين يسمعوها. قبل معرفه الطوابع البريديه كانت رسوم البريد تستوفى نقدا من المرسل ليه، يعني البني ادم مننا يروح لمكتب البريد ويقدم الظرف اللي فيه الجواب ويقول له انا عايز ابعت ده، هو بقى يختمه ما يختموش يعمل فيه، المهم بياخد نقدا ثمن طابع بدل طابع البريد المعروف حاليا كان بياخدها نقدا. كان بيقدر هذا المبلغ على اساس عدد صفحات الرساله التي استلمها والمسافة التي يقطعها البسطجي لتوصيل الرسالة. كان يعني عملية كانت عملية صعبة جدا، ما كانتش حاجة بسيطة، يعني كان في خيل بيجروا بقى ومعاه عدد من الرسالات إلى آخره. يعني الأفقي، نرجع للأفقي دلوقتي، الخط رقم 6 كلمة تانية بمعنى شامل، ثلاث حروف برضو سهلة جدا. استنى يا خالد بس اخرها ايه؟ اخرها ميم. اخرها ميم، برافو. عام بمعنى شامل. العمود رقم 4 الكلمه الثالثه. 4 3 قل خيره لفقر او بخل. ولا جيل جحود يعني ايه؟ جحد ايوه جحد من الجحود. جحد تتنطق ازاي؟ جحد. لا جحد ده الاسم. الجحود جحد. قل فقره جحد او قل خيره ده فعل. فالفعل من جحد. الفعل جحد. انت جاوبت صح، يعني الحروف جبتها 100% وانا هتاخد النمره في الحاجه. جحد او جحد اوصلها لك. جحد او جحد. جحد جحد جحد. انا افتكرت لا يعني مصدر الفعل جحد. تمام. الأفقي الخط رقم 10 الكلمة الثانية. مصدر الكلمة الثانية. اللغة العربية يا باشا محمد شريف. حرف من حروف الهجاء عندنا ايه دلوقتي؟ حاول همزة تبقى ايه؟ حاء. اربع درجات لكم برضو يا أفقي لو قدرتوا تذكروا لي اسماء مخرجين سينمائيين وممثلين. دول بتوعي فيلمين واغنيتين وكتابين من كتب التراث وكلها تبدا بحرف الحاء. احنا مش عايزين الاربعه. المخرجين نبتدي بالمخرجين. عايز 2 مخرجين سينمائيين باسماء افلامهم يعني؟ لا اسمائهم هم. اسمائهم المخرجين. حسن امام حسين كمال. برافو. حسام الدين مصطفى. لا خلاص احنا عايزين 2 بس. ماشي. الممثلات بحرف الحاء. اول ممثلين بحرف الحاء برضه. حمدي غيث. حسين فهمي. صح. حمدي احمد اثنين سلام. طيب الفيلمين حرف الحبايب سليم. وحرف الساء حبيبي حسن حبيبي دائما مش حقه ده. حياه وموت. حادثة النصف متر. كويس برافو سليم لكم درجات كلها. عمود رقم 7 مربعات من 4 لـ 8 من البقوليات معكوسة. سهلة عشان فيها كزبرة. اصلها طلعت لوحدها. الافقي خط رقم 1 الاسم الاول لمطرب لبناني راحل معكوسة. خط رقم 1 نصري شمس الدين. مظبوط برافو عليك. العمودي العمود رقم 9 الكلمه الاولى الاسم الثاني لمطربه مشهوره. الكلمه الاولى ايوه كلمه الاسم الثاني. ليلى مراد. مراد ليلى. أيوة. مراد مطلوب. مراد. مراد. ليلى مراد. اجابه سليمه. او منير مراد. لا مطربه. لا مطربه مراد. ليلى مراد. الافقي خط رقم 2 الكلمه الاولى السراج بدون ألف لام التعريف طبعا. مصباح. إجابة سليمة درجتين. العمودي عمود رقم 1 الكلمة الأولى تقريبا اتعرفت دلوقتي
وهي اسم الفنان السوري سمير حلمي معكوسة. واضح؟ فين دي؟ سؤال دلوقتي عن الكلمة الثانية من العمود رقم 10. أيوة. وتعني المكان المرتفع. مكان مرتفع. الكمبيوتر كتب كلمة دلوقتي، كتب بريع. خلاص. كويس؟ هي ربع بتاعي مش ريع. لا ريع. 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 تبقى هتاخد نص الدرجة مش هتاخد درجة. لا ده انا امين، انا كنت امين، انا كنت ممكن اقول لا ما كنا ممكن نقول طب عشان خاطرك درجتلي. ربنا يخليك. شكرا. الافقي كمبيوتر عايز النتيجة. تقلدني حتى في الافقي. خط رقم 11 الكلمة الثانية. افقي مطربة معروفة انطلقت شهرتها من إذاعة دمشق معكوسة. كلمة ثانية. خط رقم 11 سعاد محمد. سعاد محمد إجابة سليمة. سعاد العمودي. أيوة. العمود رقم 8 كلمة تانية. 8 نغمة موسيقية. وضحت. نهوان. 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 خلصنا. أيوة. عايز النتيجة الكمبيوتر. نقطتين كمبيوتر. كمبيوتر وعندك نقطتين هنا. قبل ما أقدم السؤال ده عايز أنوه إن في بعض كلمات في الشبكة ما قدمناهاش لأنها أصبحت شبه معروفة في البيوت. في البيوت محلولة لوحدها. أيوة. السؤال الأخير له أربع علامات. الإعانة، الإعاقة لا تعني العجز. أيوة. بدليل أن عددا كبيرا من المعاقين استطاعوا أن يبدعوا في المجالات المختلفة التي ترقوها وقدموا للإنسانية في العلم والأدب والفن والاختراعات عطاءات ستخلد أسماءهم على مر العصور. أيوة. أنا هذكر دلوقتي أسماء أربعة من المعاقين وعليكم أن تبينوا المجالات التي نبغوا فيها. ما شاء الله النتيجة مشرفة جدا لكم انتوا الاثنين. 46-46 يعني المنافسة على أشدها. اتفضل حبايب. يا فندم هيلين كيلر افقي. ايوه افقي. بماذا؟ طبعا انتوا عارفين انها اصيبت بالعمى والصمم منذ صغرها. هيلين كيلر كانت نبغى في ايه؟ الادب. اجابه سليمه. درجه عمودي. عمودي. تولوز لوتريك. ايوه اصيب بالتشكيل في جسدي منذ طفولتي واصيب بالعرج اخيرا. ده فن تشكيلي. رسام. ده انا بعرف فن تشكيلي. اجابه سليمه. افقي عمار الشريعي. يا لا احنا عايزين واحده زيها. عمودي طه حسين. الادب. طبعا الفريقين متعادلين وشكرا لهم للفريقين الضيوف على تشريفهم لينا. واعزائي المشاهدين الى حلقه قادمه ان شاء الله.